السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة إن شاء الله هنتكلم عن الجزء العملي. كنا بدأنا جزء نظري بيشرح نظرية التعقيم، هنتكلم عن الجزء العملي مع المهندس محمد وهدان إن شاء الله. اتفضل هندسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا معانا جهاز تعقيم. طبعا الجهاز ده عندنا فيه مشكلة، المشكلة بتاعته في البوردة الأساسية، بس الفرصة إن احنا نتكلم عن مكونات الجهاز وطريقة عمل جهاز التعقيم معانا إن شاء الله. طبعا ده جهاز مكوناته شامبر، الغرفة اللي بتدخل فيها التعقيم، خزان للمية، مجموعة صمامات، بويلر أو غلاية، ووتر بامب. ده ووتر بامب خاص بالبويلر. في عندي ووتر بامب لأن أنا بدخل المية في النوع ده، بدخل المية للخزان بتاع المية عن طريق بامب، مش بحط أنا مش بضيف فيه. طبعا فيه أجهزة ليها فتحات من فوق مباشرة بدخل فيها الإيه اللي عندي. طبعا سربنتينا او مبرد، والسربنتينا في الجهاز ده روحين، يعني طريقين، يعني اتنين سربنتينا مش سربنتينا واحده، وهنقول ليه. عندي اداه تبريد طبعا، فان، عندي حاجه اساسيه طبعا وضفت في كل الاجهزه الكلاس بي، وهي الفاكيوم بامب مع الايه مع البورد، الكنترول بتاعه البورد الاساسيه. طبعا الخزان متقسم لاتنين، ماء مقطر، وفي جزء تاني للماء اليوزد، اليوزد ووتر. تمام، خلاص. طيب نتكلم على التشغيل مبدئيا. طبعا معلش الجهاز ده، الجهاز ده مش شغال لانه محتاج بورده. انا طبعا في الجهاز ده عندي وسائل للتشغيل، عندي مفتاح للباب بيفتح الباب، عندي زرار للبمب اللي احنا قلنا عليها لو انا عايز الميه عندي قلت، فعايز اشغل وادخل ميه في ادخل ديستال ووتر في الخزان، بشغل البمب ده عن طريق الزرار دوت، وهو اوتوماتيك بيحسب لي الايه المده اللي بيشتغل فيها ويدخل. عندي سيلكت دي بختار بيها الدوره، لان البرامج اللي كلها هنا اللي موجوده هنا ما انت مالكش تدخل فيها خالص، المتسجل عندك انت بس بتختار الدوره وبعدين تعمل ستارت. دي طريقة ايه؟ طريقة تشغيل. تعال نتكلم لو احنا اخترنا أي دورة وعملنا ستارت. طبعا بحط آلاتي وبقفل بابي واختار السايكل اللي انا محتاجها واعمل معاها ستارت. أول ما بعمل ستارت ايه اللي بيحصل بقى؟ ايه الجهاز بيشتغل ازاي؟ عندي أول حاجة بعد كده عندي فيه هيتر ملفوف على الشامبر، وده الاوفرلود بتاعه، وده الاوفرلود بتاعه. اذا حصل حراره زياده ولا حاجه بيفصل الاوفرلود ده. لما بيسخن الحراره، لما بيسخن يشتغل السخان، بيسخن الهواء اللي جوه اللي احنا بنسميه هواء الغرفه المحيطه بالجهاز، لان لما قفلت الجهاز جواه هواء، الهواء ده هو هواء الغرفه العادي خالص. فانا بسخنه عشان ابعد بين يبدا جزيئاته تتحرك. سهل جدا ان انا لما اشغل البامب بقى، فاكن بامب عندي هنا، سهل جدا ان انا اخد الهواء اللي جوه ده عشان يعمل لي الفاكيوم بالماينس. طيب في الحاله دي كل الصمامات دي بتكون مقفوله، لان الصمامات دي وصله مباشر على الشامبر ده، اللي بيفتح صمام واحد فقط وهو الصمام ده، واخد من الصمام ده، واخد من الغرفه على الصمام، رايح على السربنتينه دي اول واحده، بيتبرد الهواء هنا، وبعدين يخش على البامب، ومن البامب يخش على الخزان اللي تحت اللي هو خزان ديستال ووتر. طيب انا ليه بقى، انا ليه بردت الهواء مع ان انا سخنته هنا؟ انا سخنته هنا عشان يبدا يتحرك معايا. بيخش طيب على ليه ببرده؟ بيخش على بامب الفاكن بامب. انا ليه ببرده اصلا قبل ما يخش لي على الفاكن بامب؟ دي حته مهمه جدا. لا باشمهندس، الفاكيوم بامب دي لوحدها ان شاء الله نعمل لها حلقه وشغلها ازاي، لان الفاكيوم دي هي نفس الفاكيوم اللي شغال عليها الشفاط الجراحي. تمام. انه شغال على مجموعه رابرات، في رابر هنا ورابر هنا، وكل رابر فيه فتحتين وصمامات عدم رجوع، يعني الهواء اللي بيجي بيخش في اتجاه واحد فقط ويطلع من الاتجاه التاني ما يتعكسش. علشان الرابر ده لازم الحاجه تخش بارده، عشان كده الهواء اللي انا باخده من جوه لازم يدخل عندي بارد هنا عشان مش ياثر لي على الرابر اللي هنا. والجهاز ده مزود تاني بسربنتينة تانية، لما بخلص الدورة خالص خالص برضه هيبقى عندي ماء بخار
وحراره عاليه، بضطر ان انا اشفطها عشان اعمل عمليه تجفيف برضو علشان ما يتخشليش هنا سخنه، لازم يخش على السيرفنتينه دي وعلى المروحه دي يعمل عمليه التبريد. يعني واحد هو عامل واحد للهواء السخن وواحد للماء السخن. هنتكلم فيها ايه شغله، ايه شغله الاثنين في الجهاز ده. طبعا في اجهزه عامله سيرفنتينه واحده. تمام. طيب احنا خلاص احنا عملنا شغلنا الفاكيوم، وصل الفاكيوم معايا للفاكيوم اللي انا عايزه حسب كل جهاز. تمام. سواء 6 من 10 8 من 10 بالماينس 9 من 10 يبدا الجهاز خلاص عامل فاكيوم داخلي بالماينس. طب انا عايز ارفع بقى الحراره، ما ينفعش، او عدل الضغط، ما ينفعش ان انا عدل الضغط بهواء تاني عادي. فعشان كده لازم في اللحظه دي في نهايات، في نهايه الضغط عندي بالماينس اللي هو اخر مرحله الماينس اللي هو ماينس 9 من 10 مثلا، بيبدا البويلر ده يبدا يشتغل. يشتغل بثواني قبل الميه ما تدخل عليه، عشان الميه لما تدخل، لما يفتح والميه تدخل عليه يكون سخن. بمجرد الميه ما تدخل يتحول لبخار، يطلع من بخار يخش على الغرفه. في الحاله دي الصمام بتاع الفاكهه بيتقفل ويفتح لي. انا عندي هنا البامب بتاعت الووتر بامب بتاع البويلر، واصل عليه صمام، وبعد الصمام داخل على البويلر وطالع من البويلر مباشره على الحله. طيب ايه الفايده؟ طبعا اخواننا طبعا اكيد طبعا اشتغلتوا في شغل في اجهزه التعقيم الصيني. اجهزه التعقيم الصيني، ودي مشكله موجوده في جهاز التعقيم الصيني، انها ما فيهاش الصمام اللي في النص ده. ودي مشكله في الجهاز، بان حمل الضغط جوه لما يكون بالموجه بيوصل ل 2 من 10 بيكون راجع على البويلر، وراجع من البويلر على البامب الصغيره دي، على الرغم ان الداخل الجزء الداخلي كله اللي جوه بلاستيك، فما بتستحملش كتير. لكن الجهاز ده، الجهاز ده من الاجهزه الممتازه جدا، عشان كده قافل عندي هنا بصمام كويس جدا بحيث انه يحمي لي البامب دي. يبقى مهما ارتفع الضغط جوه محمل فعلا على البويلر، بس قافل هنا. خلاص؟ ده وده بيشتغلوا مع بعض. بمجرد الاثنين دول واصلين مع بعض. اذا اشتغل ده ميه لازم يفتح الطريق للبويلر. بويلر. خلاص تخلي الميه اللي هنا بدا الضغط يطلع من سالب الى موجب. خلاص؟ وبعد شويه يخش لي في مرحله الفاكيوم الثانيه، واحنا قلنا بيشتغل ثلاثه فاكيوم. تدخل في مرحله الفاكيوم الثانيه عن طريق انه قفل الصمامات دي، وبدا يفتح الصمام بتاع الفاكيوم بام، فيكرر المرحله دي ثلاث مرات. يعني ايه؟ يعني يتاكد لي 100% بان الهواء اللي موجود جوه مش الهواء المحيط بالجهاز، هواء نظيف اللي كان موجود، اصبح بخار وبخار معقم جدا. خلصنا مرحله التحضير، خلصنا مرحله الفاكيوم، نبدا في مرحله التحضير للتعقيم. في الحاله دي كل الصمامات عندي دي بتقفل. انا طبعا عندي ده صمام الفلتر البكتيري، واصل على الفلتر البكتيري، ده مقفول طول الدوره ما بيشتغلش خالص خالص الا بعد الدوره ما بتخلص. عندي الصمامين دول شغلتهم واحده، هما الاثنين، لان خارجهم واحد واصلين مع بعض، ولكن الفكره بان واحد واخد من تحت الغرفه وواحد واخد من فوق. ايه الفكره؟ انا لما بكون عندي الجهاز خلص دوره التعقيم بتاعته، فاصبح عندي في ميه تحت وفي بخار فوق. فبياخد الميه من تحت وبياخد البخار ويطلعهم هما الاثنين بعيد عن ده، لان ده رايح على سيرابنتينا ومباشر على الفاكيوم بامب، وده رايح على سيرابنتينا برضه، ولكن طالع من السيرابنتينا مش رايح على الفاكيوم بامب، رايح على الخزان بتاع اليوزد ووتر. يبقى الضغط الاول اهدي الضغط انا واشيل الميه واشيل البخار اللي موجود عن طريق الصمامين دول، من فوق بخار، من تحت لو في ميه تطلع كلها على بس على السيرابنتينا دي مع التبريد تتبرد، وتطلع من السيرابنتينا الثانيه تخش على اليوزد ووتر تانك. في الحالة دي لما بيشتغل شوية، خلص خلاص، خلص الضغط اللي عندي وخلص المية، وأصبح بدأ إنه يتعادل، يقفل كل الصمامات دي تقفل تاني، ويبدأ يشغل الصمام بتاع الفاكيوم بامب عشان يعمل لي عملية تجفيف. إحنا عدينا مرحلة التعقيم. إحنا خلصنا ثلاث مراحل الفاكيوم الأول. بعد كده كل الصمامات دي تقفل، ما يشتغلش عندي غير الووتر بامب، صمام الووتر بامب مع البويلر. يبدا الجهاز يسخن ويشغل ويرفع الضغط بتاعي لغايه ما يوصل للضغط المطلوب، وهو لو انا بدوره مثلا 134 او 121 مع الضغط المطلوب. ودي الدوائر دي طبعا متسجله في الجهاز ثابته،
بالوقت برضه ثابت لغايه ما يوصل للضغط والحراره المطلوبين للدوره او دوره التعقيم اللي انا محتاجها. في الحاله دي يبدا الجهاز ينقل من التحضير الى التعقيم. طيب شغله الجهاز بقى في التعقيم، لازم انا هيقعد مثلا 5 دقائق في التعقيم، فلازم الضغط والحراره يكونوا ثابتين. فهي ثابتين ازاي؟ اذا حصل تسريب ولا اي حاجه يبدا البويلر ده مع البمب مع الصمام يبدا يعادل الضغط باستمرار، بحيث انه اذا احتاج يفتح يشغل السخان ويدخل الميه ويحولها البخار يدخلها، بحيث انه يفضل دائما ميزان شغال عندي بقى بي اي دي كنترولر مده الخمس دقائق او الربع ساعه او الساعة حسب الدوره اللي انا مستخدمها. خلص دوره التعقيم عندي تامه ما شاء الله، خلاص في الحاله دي انا مش عندي محتاج خالص البويلر، الجزء ده انا مش عندي محتاجه. يبدا يخش لي في الدراي الاول. الدراي قلنا بيفتح الصمامين، يخرج لي الميه اللي موجوده تحت، يخرج لي البخار اللي موجود في فوق في الغرفه، الاثنين يتحركوا على السربنتينه يتبردوا ويخشوا على الخزان. بعد كده يبدا الفاكيوم بامب تبدا تشتغل، يقفل الصمامات دي، يبدا الصمام اللي رايح على السربنتينه ومن السربنتينه على الفاكيوم بامب يفضل شغال باستمرار لغايه ما يحقق لي التجفيف المظبوط اللي انا محتاجه، بحيث ان الادوات بتاعتي تطلع مجففه. تمام. طيب الشفط لوحده مش هيكفي، يعني الشفط لوحده ان انا عمال اشفط بس كده مش هيجفف، عشان كده في الحاله دي لازم استخدم السخان ده تاني اللي هو موجود حوالين الشمبر ده، ان انا احقق الحراره فقط بحيث ان هي تحول لي البخار، تطير لي البخار الموجود ويساعد البمب في انه يخرج ويتجفف، وخلصت دورتنا وتستلم اجهزتك معقمه ان شاء الله. طبعا بعد ما هو بيوصل للبريشر زيرو، لما بيبدا ينزل الضغط ينفس الضغط بتاعي ويروح على السربنتينه، بيوصل بريشر زيرو. البريشر زيرو وبعدين يشغل عن طريق انه يوصل للبريشر عن طريق الايه؟ صمام، عن طريق الفلتر بكتير، يعني انا الصمام شغال عندي فانا بحقق بالماينس. اذا خلصت الدوره وهو ماينس مش هقدر افتح الباب لان بيكون شفط الباب من جوه. تمام. انا خلصت دورتي خالص والجهاز اداني خلاص ان هو خلص دراي، بيبدا شغله الصمام ده بانه يفتح يدخل لي هواء جوي، هواء متفلتر بكتيريا يدخله جوه على الالات، بحيث انه يعادل لي الضغط الداخلي مع الضغط الخارجي عشان اقدر افتح الباب. بص يا جماعه، الفلتر البكتيري موجود عندنا باين هنا، اهوت الجزء اللي هو الابيض الدائري دوت، هو ده الفلتر البكتيري، بيدخل لي هواء يعادل الضغط عشان اقدر افتح الباب، عشان اخلي البريشر عندي زيرو، يعني جوه زي بره. وان شاء الله يكون معانا فاكيوم بامب مره مفتوح ونوريكم طريقه شغله. اللي هيعرف طريقه شغل الفاكيوم بامب، هي نفس طريقه الموتور اللي موجود في الشفاط الجراحي، ونفس طريقه شغله ونفس مكوناته بالظبط. جزاك الله خيرا.